السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة نبدأها بالعناوين. اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، المدرب المحلي سيقود المنتخب الوطني في حال عدم توفر الأموال. الزوراء يواجه الكرخ على ملعب الشعب، وزاخو يلاعب الكهرباء يوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس العراق. إدارة زاخو تتهم مدير ملعب النجف بمنعهم من إجراء مباريات الكأس على الملعب الدولي. النفط يهزم سامراء ويرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا في ختام الدور الممتاز. نادي السيلية القطري يتوعد محمود المواس بالشكوى في حال عدم الالتحاق به خلال الأسبوع الجاري. إدارة القوة الجوية لم نصل إلى اتفاق مع اللاعب كرار نبيل لغاية الآن وهناك صفقات مدوية. إدارة النجف الديون المالية لن تحرم غزلان البادية من دور المحترفين. القانوني أسامة عدنان إعلان الاتحاد الآسيوي عن الديون المالية هو انتصار على الفاسدين والسراق داخل الأندية. اتحاد الكرة يعد بتكريم مميز لمنتخب الناشئين في حال تحقيق لقب غرب آسيا. منتخب الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة لبنان يوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي غرب آسيا. مدربة منتخب الصالات شاهنا زياري لن أسمح للاعبات باللعب في الساحات المكشوفة مهما كلف الأمر.